السلام عليكم، معكم على المباشر. السلام عليكم. احنا اليوم انا درنا جينا من صباح ربي سبحان الله، احنا واقفين قدام الولاية تاع الفنطينة. احنا سكان طلب السكن الاجتماعي دائرة الخروب وعلي منجلي، رانا واقفين هنايا متمنين زعما وناويين الوالي يقابلنا برك. احنا علاش نتحصلوا على مقابله؟ هاك تشوف اخويا، هاك تشوف النو كيفاه الناس هاي سردت. ما حبش يستقبلنا من الاخر، ما حبش يستقبلنا مهما اللي تحتوها. وقال لك اخويا واحد ما يستقبلكم، هاك نفس العباره قال لك واحد ما يستقبلنا. بارطاجيو خاوتي، بارطاجيو. كابيني وما حبش يقابلنا اللي تحتو. هذه الجزائر اسمع، هذه رساله تبون. قال لك انا نقرب الاداره من المواطن، قاعد تشوف وما استقبلوه. حابين نديوه فهمونا ونعرفوا حياتنا. يا راه سمعتونا هكا، رئيس ديوان الولايه يشوفك وما يطالبش باه يقابلك، والناس قاعده في النو. انا ما خسرت، حنا نجيو ما تقابلناش. الناس في النو. انا مواطن، انا جيت ما تقابلني، انا تعطيني حقي. تقول لي انا السكنه هذه زينه مدايره ولا تخدموا لي. اذا كان خايفين ما تخافش. جزائر جديده، هذا حق قاعدين نطالبوا به احنا. الناس ضاعت هنايا. والي ما يستقبلش المواطن. شنو نديروا به؟ على ما استقبلناش. يجيه ثلاث خطرات، ثلاث مرات ما يستقبلوش. ما يقفلوا لا طريق، ما نديروا العرب سلميه. الوالي هذا ما الناس لحد الان، الناس راها سلميه. المسؤول يدفع بالمواطن اللي غلق الطريق والطرق الهمجيه. اخاوتي احنا جينا للوالي قابلنا، معليش جينا الخطره الاولى ما قابلناش، الخطره الدوزيام ما قابلناش، الخطره التروازيام ما قابلناش. بقى هو اللي جينا باه نقابلو، هو اللي جينا. درك المواطن، المواطن كي جينا كربا خطره باش قابلنا. اي كاينه وين يوصل الواحد كي يدخل في الهمجيه وغلق الطرق يقول لك كيفاه. هاو المسؤول هو اللي يدفعو، هاو المسؤول هو اللي يدفعو باه يغلق الطريق. الولايه تاع قسنطينه مفضكم، ماكمش حابين تستقبلونا. برك عندنا ثلاث خطرات ولا اربعه ومن حقنا يستقبلنا الوالي ولا الاخر. تسمى هكا قاعدين تقولوا لينا حنا مالناش اداره تاع قسنطينه. حابين نهبطوا للجزائر، نهبطوا للجزائر، نهبطوا في 700 800 نروح القصر الرئاسي وتعطيونا حقنا وبالسيف، بالسيف بالقانون. ماكمش حابين تستقبلونا في قسنطينه في الخروم، ما حابين تستقبلونا. هاو اللايف، هم عندنا 70 لايف. ربي شاهد دوك اخويا، دوك نبروغراميوها ونمشيو للجزائر ونبلغوا انشغالنا للجزائر لوزارة الداخلية. تفرج يا مسؤول داخلية من برلمان القصر الرئاسي وتستقبلنا. عندي حق انا قانوني تستقبلني. اي مواطن عنده الحق يدي المعلومة من الإدارة ومن المسؤول. هذه مانيش انا اللي كتبتها، كتبوها ناس مشرعين برلمانيين. قابلني، عطيني حقي، انا حقي من اذكرنا النهار، النهار واليوم. يوم الاثنين 20 سبتمبر، الوقفة 80، الوقفة 80، رقم 80، رقم 80، من الوالي الأول حتى الوالي هذا. نطلب منكم من فضلكم استقبلونا وتعطيونا المعلومة. هذه من حقنا. أنا معلومة نسكنوا العام هذا. إيه يعطيني المعلومة. هذه هي المعلومة اللي حوشتني. إذا ونصام نسكنوا العام هذا. روح عندنا. احنا طلبنا من الوالي باه يقابلنا هكا، ما قلنا لهش قابلنا بكل، بعثنا له ممثلين زوج باه يقابلنا هكا، بعثنا له غير زوج ممثلين. احنا كل الناس اللي لهنا ناس كل واعيه والناس كل قاعده تمشي بالقانون. نمشيو اخويا معاك بالقانون، مشينا معاك بالقانون. بارطاجيو يا جماعه، بارطاجيو، بارطاجيو يا جماعه، بارطاجيو الماكسيموم، بارطاجيو. ما توصل للجزائر ما قلنا والو، توصل للمسؤولين الكبار. ما كانش هذا ما قلنا، خلصنا القانون درك راح يرتفع. احنا قاعدين نمشيو بالدستور وبالقانون. يا اخي القانون عندك الحق في الدستور باه يقابلك الوالي ولا اي مسؤول تروح عنده. خلصنا احنا بعثنا له زوج باه يقابلهم برك. ما رحناش بكل قلنا له قابلنا، ما يقدرش يقابل المجموعه كلهم، بصح يقدر يقابل زوج من الناس.
يقدر يقابل زوج من الناس عادي. خلصنا. قالك من المستحيلات السبعة تقابل. شاف كابيني من المستحيل، شاف الكابيني اسمه الوالي كوعان. غلبنا رانا غلبنا، اعطيونا حقنا خاوتي، اعطيونا حقنا يا خاوتي. احنا وماناش شعب مشاكل. بارك الله فيك. احنا وماناش شعب مشاكل وماناش شارع وماناش هذاك، احنا وقاعدين نمشيو معاك بالقانون. مشينا معاك بالقانون دقيقة أخرى. أخي هكا يا خويا، إلا كان ما مشيناش معاك بالقانون قول ما مشيناش، ولا كان ما عندناش حق قلنا ما عندكمش حق. قلنا ما عندكمش حق. روحوا ترفعوا عليا واكتبها لنا كتابيا. ادينا الحبس، ادينا الحبس. ولا حبيت تروحوا للحبس روحوا. ادينا الحبس. لا انت ما عندكش حق، روحوا للحبس بكل. بكل اخويا اللي تلقى ما عندوش حق هنا دير الحبس، اللي تلقى ما عندوش حق دير الحبس. صحيح. هذا هو. احنا درك رساله للوزير الاول. سامحني دقيقه. وزير الداخليه ورئيس الجمهوريه، مواطني طالبي السكن المظلومين، اذكر الولايه المظلومين في وقفه احتجاجيه اليوم 20 سبتمبر والسابقه 6 سبتمبر والسابقه 13 سبتمبر. الوالي ولايه قسنطينه ماهوش حاب يستقبل المواطن، دخلني ديما الملحق الديوان، ملحق الديوان يوصل لي انشغال، حط لي انشغال، دير العريضه وخرج، دير العريضه وادخل وخرج. ما كانش نتيجه، ما كانش رد، ما كانش جرعه امل. حابين نستقبلوا الوالي يا رئيس الجمهوريه. والي ولايه قسنطينه يرفض استقبال المواطنين، استقبال المواطنين. علاش ما قالكش قابلنا كامل؟ علاش السبب اخويا؟ فوضونا. كاينين زوج ممثلين يخشوا اخويا يطلعوا لي انشغالات. ما مصير القائمه هذه اللي طافيه ويعطينا القائمه اللغز هذه؟ ما مصيرها؟ ما مصيرها؟ 9 اشهر ملفات دوري عدة مرات. خافوا ربي، خافوا ربي، لا تدفعونا للطرق العماجيه. ما نقفلش الطريق، نقفل الطريق ندر خويا، نقفل الطريق ندر المريض، ما نقفلش الطريق. استقبلني نداء الوزير الداخليه، اتدخل ممثلي تاعنا اليوم في العاصمه عندك وعطاوك عريضه، نتمنى توصلك. حس بالمواطن هذا، لا ما يستقبلنيش الوالي انا، لا واش يكون الوالي هذا؟ رئيس الجمهوريه يقول لك احنا في خدمه الشعب وسالكين عليها، وانت ما تستقبلش المواطن. او ربي 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 نقابلو خمس خطرات في النهار، انت واش تكون انت ما تستقبلنيش؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. بارك الله فيك. احنا قاعدين له هنايا تاني قابلنا، احنا هنا احنا قاعدين هنا مستقبلناش اليوم، مستقبلنا جاي حاضرين جاي احنا وهنا. بارطاجيو يا جماعه، بارطاجيو بارطاجيو با توصل للجزائر. بارطاجيو يا جماعه، بارطاجيو، عاونونا بارطاج. حنا صامدون اخويا، صامدون ديما ان شاء الله. كل اثنين حنا هنا اخويا، كل اثنين يصب الحجر حنا وهنا يقابلنا اخويا. صامدون اخويا، صامدون هنايا. ان شاء الله بارطاجيو خاوتي باه يوصل صوت المواطن. بارطاجيو، ما جيتش بارطاجي. ونحن صامدون، صامدون في النو، في البرد، في السخانه، في الثلج، في الحجر، صامدون. والله ندي حقي، هاي والله ند. الا لك لكن كيما يقولوا الروح داها ربي، والله ما نسامحكم.